العالمية وتأثير تجديد الإغلاقات عليها. معنا محللة الأسواق المالية العالمية لينا قنوع. أهلا وسهلا بك أستاذة لينا. وسأبدأ إلى أي حد اليوم يمكن أن تكون هناك تقديرات واقعية ومنطقية بعد تجربتنا الأولى مع الإغلاقات؟ اليوم الأرقام التي تتحدث فيها الدول عن نمو أو انكماش كان، إلى أي حد يمكن أن تكون منطقية؟ نعم، أهلا بك. بالنسبة طبعا بسبب ارتفاع عدد إصابات الفيروس كورونا وتحدي جو بايدن، ربما أن تكون عدد الوفيات تصل في شهر فبراير 500,000، عم ترتفع عدد الإصابات بشكل كبير. لا نستطيع أن نتحدث هي منطقية أو غير منطقية، لأني عم نشوف هي أرقام واضحة أنه هي عم ترتفع عدد الإصابات حول دول العالم، عم تضطر دول العالم خاصة الاتحاد الأوروبي عم يقوم بعدد من الإغلاقات الاقتصادية. أيضا ألمانيا تقوم بالإغلاقات الاقتصادية وعدم فتح المدارس، وأيضا تضطر بريطانيا المملكة المتحدة إلى استمرار الإغلاقات الاقتصادية حتى الصيف، وربما تستمر حالة الإغلاق في المدارس. كل هذه الأرقام التي وصلت إليها تقريبا 97 مليون إصابة حول العالم هي أرقام كبيرة جدا، مع بطء التصعيم، يعني بطء في يظهر أنه في إعطاء اللقاح وعدم سرعة التوزيع عم بيؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات. بالتالي ما مدى تأثيره إذا نظرنا اقتصاديا على أسواق الأسهم؟ لاحظنا أنه الأسواق الأسهم يوم الجمعة تراجعت، طبعا هذا بفعل عمليات جني الأرباح، لكن عموما خلال الأسبوع الماضي حققت ارتفاعات كبيرة، وخاصة بعد التسلم الثالث لجو بايدن كتنصيبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بعد الحزمة التي أعلن عنها ب 1.9 تريليون دولار، أدت إلى دعم الأسواق بشكل عام. وبالتالي هذه الحزمة ربما يعني تلقى بعض المعارضة من قبل الجمهوريين حول كيفية توزيع هذه الحزمة، الانفاق الكبيرة جدا ب 1.9 تريليون دولار، هل سيتم تمريرها بشكل سريع؟ نعم تفضل. نعم أستاذة لينا، إلى أي حد كان هناك تأثير حقيقي لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأيضا يعني تصريحات التي أتت من بريطانيا من جونسون؟ عفوا، تصريحات على صعيد الأسواق المالية وانخفاضها مباشرة ما بعدها تصريحات بايدن وجونسون أيضا. نعم أكيد، هذه هذه التراجعات التي يعني حصلت هي تراجعات، ربما هي عملية جني أرباح بعد الارتفاعات التي حصلت، وربما أيضا يعني إذا تحدثنا عن هذه التصريحات اللي عم نحكيها من ارتفاع عدد الإصابات وكذا، إلها يعني دعم إذا نتحدث عن أسواق الذهب، وبالتالي شفنا كيف الدولار الأمريكي ارتفع، لكن الذهب تراجع لأسباب عدة بسبب ارتفاع الدولار بشكل طفيف. ونحن نترقب أيضا قرار الفدرالي الأمريكي رح يكون يوم الأربعاء، وهذا قرار مهم، وبالعادة اعتدنا أن نشوف عمليات جني أرباح قبل أي قرار بيصدر عن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. ماذا نتوقع لقرار الفدرالي الأمريكي المقبل؟ نعم، يعني لا نتوقع أن يقوم برفع أسعار الفائدة، لأن أسعار الفائدة سوف تبقى منخفضة، وهذا لصالح الأسواق، لأنه بالتالي حزم التحفيز الكبيرة اللي عم بيتم ضخها يجب أن تكون أسعار الفائدة. هناك المخاوف من طبعا أيضا من التضخم، ارتفاع التضخم سيصب إذا نظرنا إلى ارتفاع التضخم مع استقرار في الاستهلاك، سيكون هذا سيصب طبعا لصالح الذهب، لكن على المدى القصير عم نشوف هلا انخفاضات في التضخم، لكن بعد ذلك مع حزب الانفاق الكبيره التي سوف يحصل، مع سياسه جو بايدن بالانفاق الكبيره سوف يكون هناك طبعا ارتفاعات للتضخم، وبالتالي سوف تصب لصالح اسواق الاسهم. رح نشوف انه اسواق الاسهم رح ترتفع لان عم تستفيد، وايضا بالنسبة للذهب هناك أسباب كبيرة. نعم. يعني تصب أيضا لصالح الذهب. نعم تفضل. نعم، محللة الأسواق المالية العالمية لينا قنوع كنت معنا، شكرا جزيلا لك.